عشان نعمل الراب اللي بالكوسة والحمص عايزين كوسة تكون متقطعة شرايح رفيعة، ويفضل انكم ما تتخلصوش من القشرة، لان القشرة بتاعة الخضروات والفاكهة فيها اكتر نسبة من الفوائد والقيمة الغذائية بتاعة الحاجة اللي انتوا بتاكلوها. فاغسلوها كويس جدا، انقعوها في شوية مية وخل، اعملوها اكحتوها كويس قوي بالليفة المخصصة للخضروات، وبعد كده سيبوا القشرة اذا تمكنتوا يعني. ملح وفلفل، فلفل وزيت زيتون، طماطم، بصل، جرجير، جبنة جودة أو أي جبنة صفرة، عيش تورتية أو تورتيلا أو عيش مكسيكي، وممكن نستبدله بالعيش الشامي أو البلدي بس يكون رفيع، وحمص مسلوق ومهروس. شوفوا هنعمل إيه هنا على الجريل. نزلونا المولتن كيك يا دينا لو سمحتوا. حطينا زيت زيتون، وعلى الووك حطينا زيت زيتون برضو عادي عادي. نعمل ايه؟ نقوم جايين هنا، بسم الله، حاطين كوسة على زيت الزيتون ده، ملح، فلفل اسود، واجي على الجريل اللي حطيت عليها زيت الزيتون، اقوم حاطة طماطم، شرايح من الطماطم، وهحط رشة ملح ورشة فلفل برضو. النص التاني من الجريل هحط فيه شرايح البصل. يبقى احنا كده بنشوي البصل والطماطم، بنشوح عشان نسوي الكوسة. هنا في طماطم يا حبايبي، بصوا بصوا اللون، متخيلين الطعم طبعا اهو. زيت زيتون وملح وفلفل، مش اكتر من كده اهو. والناحية التانية بصل، البصل لما بيتشوي وخاصة البصل الأحمر بيسكر وبيبقى رائع وبيتخلص من ريحته، غير طبعا فايدته الرائعة انه أنتيبيوتيك أو مضاد حيوي طبيعي. والبصل والطماطم كمان خلصوا، عايزة أرفعهم على طبق. شلنا الكوسة وشلنا الطماطم وشلنا البصل، مكانهم مسحت مسحة بسيطة كده بالمنديل، هحط زيت زيتون وابتدي أعمل الساندوتش عشان أشويه هنا. عبارة عن ايه بقى الساندوتش؟ ادي، جيب بس معلقة، ادي العيش وحمص مسلوق ومهروس في البيت او علب اهو. الحمص عليه عامل كبير جدا جدا في الوصفات النباتي بصفة عامة. وبعدين هقوم جايبة الكوسة اللي احنا شويناها، والطماطم اللي احنا شويناها، والبصل اللي احنا شويناه، نحط جبنه لو حابين، مش حابين ما نحطش، نحط جرجير او اسمها ايه دي، خس اذا حبيته، ونلف وناخد الساندوتش على الجريل على الحته طبعا المفتوحه كالعاده علشان تتقفل اول حاجه، وممكن نهدي النار شويه علشان العيش ياخد كده ايه تحميصه حلوه. ونعمل واحد كمان اهو، وناخد الجرجير، وناخد الكوسة، وناخد الطماطم والبصل والجبنة، ونلف، والمولتن كيك معاكو على الشاشة، ونلف هنا كده. تمام تمام، خلوا بالكو العيش ده في منه العيش اللي هو البني قمح كامل لو حابين. نعمل رغيف كمان، حمص، القراقيش او المنين معاكو عشان ما لحقناش ننزله امبارح، الجرجير، الطماطم والبصل، الكوسه. ساندوتش لطيف جدا جدا ومغذي ونباتي في نفس الوقت، واللي حابب يحط جبنه نباتي يحط، واللي حابب يشيل الجبنه خالص يشيلها. واقلب الساندوتش التاني ده بقى، اساعد بس ايه بحاجه عشان ما نتلسعش، ما اديناش مكان نتلسع فيه يعني، احنا خلاص كده. ايوه يا سلام على اللون والجمال، حلو قوي ده، خلاص خلص.